السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وصحة وسعادة. ازاي اعرف ان الكوكتيل بتاعي تعبان؟ وازاي احدد نوعية المرض سواء اذا كان مرض معوي او تنفسي؟ وازاي اعرف ان المرض بتاع العصفور دوت مرض شديد ولا حاجة بسيطة ممكن تروح مع علاج خفيف؟ ده هيكون موضوع ان شاء الله عز وجل اللي هنتكلم عنه. ولكن بذكرك لو لسه اول مره تشوف القناه بتاعتنا، ما تبخلش علينا وتعمل اشتراك من الزرار الاحمر اللي موجود تحت الفيديو، وخلي كده لونه يكون رمادي عشان كل ما ينزل فيديو جديد يجي لك اشعار بيه. طبعا تفعيلك للجرس. بس يا بنت هتبوظي القميص يا مؤذيه، عماله بتخرم فيه. هنيمك على ظهرك واعذبك. بصي اهو، شوفي شوفي شوفي، اعذبك بقى كده. تأدبي تأدبي، انا بلعب لك فريشك اهو. يلا بينا نبدا على بركه الله. بس بنت المؤذيه ديت عماله بتبوظ لك. بص بص بص، عماله بتشد القميص جامد وتخرمه. بنت اللذينه، انت مالك في ايه؟ مالك ايه ده؟ عندك ميول عدوانيه ليه كده؟ ايه دراديرك بتاكلك؟ بتسنيني؟ يلا نكمل موضوعنا. امراض طيور الزينه كثيره ومتنوعه واشكالها كتير، ولكن قدر الامكان بتحاول اول ما العصفور لا قدر الله يجي له حاله مرضيه انك تتصرف معاه وما تستناش او ما تتاخرش على العصفور بتاعك. اعرف منين ان العصفور بتاعي عنده مرض تنفسي لا قدر الله؟ هتلاقي العصفور عنده شويه دلالات كده بتبين لك ان العصفور ده عنده مرض تنفسي. زي ايه؟ تعال اول نكتب عشان نبقى ايه محددين كده العناصر اللي بيتكلم فيها. اول حاجه هنتكلم عنها المرض التنفسي، تاني حاجه المرض المعوي بدرجاته سواء اذا كان قوي او خفيف، وتالت حاجه ودي الاخيره المرض اللي هو شامل الاثنين او بيقولوا عليه اللي هو مرض واسع المجال، تنفسي مع معوي في نفس الوقت. يعني ممكن طيور الزينه يجي لها يا اما تنفسي لوحده يا اما معوي لوحده يا اما يجي لهم المرضين في نفس الوقت. طيب مبدئيا يعني كده عشان نكون عارفين نتعامل ازاي مع الطير بتاعنا لو لا قدر الله عنده الحاله المرضيه دي. موضوع العض دوت او موضوع اكل القميص دوت ده ملوش علاج، يعني دي حاجه نفسيه كده. العصفور دراديره بتاكله دي مش هنعرف نعمل لها حاجه، ممكن نحط له بس شويه كالسيوم مع محار وخلاص. بس هنعمل ايه بقى؟ نستعوض ربنا. بس المشكله دي كده بتعضيني بضوافرك كمان، والله هضربك كده على راسك. امشي امشي امشي. خلينا نتكلم بقى. اول حاجه المرض التنفسي لا قدر الله لما بيجي للعصفور هتلاقي او هتلاحظ على العصفور عنده حالات عطس، بيعطس زي البني ادم كده. هتلاقي العصفور باستمرار عمال ينهج، عمال يرتعش، بيرتجف، اكله وشهيته ضعيفه، مغمض عينيه، بعض الاحيان هتلاقي عينيه ورمه، بعض الاحيان هتلاقي فيه بلل على الكير بتاعه. الكير بتاعه دوت اللي هو شفته مكان المناخير بتاع التنفس دي، من فوقيها كده هتلاقي فيه بلل موجود عليها. فده كده العصفور عنده مرض تنفسي. في حالات ثانيه ممكن تلاقي فيه تسمع صوت صفاره كده خارجه مع كل نفس العصفور بيتنفسه، هتسمع زي صفاره خفيفه او تزييقه من صدر العصفور. كل دي دلالات المرض التنفسي. هتعامل معاها ازاي او ادي علاج ايه؟ بندي علاج دواء لعلاج الامراض التنفسيه بيطري زي تايلوزين او دوكسين او انروفلوكساسين او ايه تاني؟ كفايه كده. طيب ندي بشري؟ طيب لو احنا عاوزين ندي حاجه زي البشري ندي ايه؟ ندي حاجه زي سايبروفار 750 حبايه على لتر ميه. نطحن الحبايه كويس قوي. لو هي حبايه صلبه، لو هي بودره خلاص مفيش مشكله. لو هي حبايه صلبه عامه اي نوعيه حبوب لو هي صلبه تطحنها تخليها بودره عشان تدوب كويس معاك في الميه. تمام، كلام جميل. ادي قد ايه الحبايه ديت منها؟ بدي 7 ايام حبايه على لتر ميه كل يوم. بتقسم الجرعه، ممكن الحبايه تطحنها تخليها بودره وتحطها في ورق الومنيوم صغير عشان يحافظ عليها ان الهواء ما يبوظهاش، وكل يوم تاخد ربعها على المسقه بتاعتك وتغير الميه كل يوم. طيب لحد ما العصفور يخف معاك. طيب العصفور ما خفش اعمل ايه؟ ببدا اغير نوعيه المضاد الحيوي بتاع تنفسي واحط نوعيه ثانيه تكون ذات فعاليه اكتر مع الطير بتاعي. طيب ده الامراض التنفسيه. طب العلاج الامراض المعويه؟ علاج الامراض المعويه دي بيختلف، يعني يمكن الامراض المعويه اكتر من نوعيه واكتر من شكل. انت عاوزه تعملي ايه في القميص؟ ايه في ايه؟ ايه اللي مضايقك فيه؟ هتبوظيه والله كده. علاج الامراض المعويه اكتر من نوع واكتر من حاجه. الامراض المعويه انواعها كتيره جدا ومختلفه ومتنوعه ومتشعبه. في يعني كنت بكلم دكتور بيقول لي في اكتر من 500 نوع مرض معوي ممكن يجي للعصفور. ف 500 رقم كبير جدا، يعني ما اعرفش يمكن هو كان بيبالغ
بس هو قال لي ان هو رقم كبير جدا ضخم يعني. ف انت عماله بتشد القميص وعماله بتبوظ لي لبسي ومش عارف اصور الفيديو دوت منك، اتأدبي بقى شويه. برضو طب خد اللعب في القلم ده، اللعب في القلم، اللعب في القلم. ففي اكتر من حاجه ممكن تحصل كامراض معويه. طيب اعرف ازاي ان العصفور بتاعي عنده مرض معوي؟ اول حاجه هتلاقي العصفور ما عندوش قابليه للاكل، او لو كان بياكل هتلاقيه بياكل اكل بسيط. هتلاقي العصفور مغمض عينيه، جسمه برضو فيه رجفه خفيفه. هتلاقي العصفور نافش ريشه، كاشش، قاعد في جنب القفص ما بيتحركش. هتلاقي في اغلب الوقت مغمض عينيه، ما بيعملش اي مجهود كبير، ما بيطرش. هتلاقي اغلب الوقت ماشي كده زي ما يكون ماشي على شوك وعمال بيترجرج كده يمين وشمال. الفضلات بتاعته هتلاقيها ملتصقه بيه من اسفل من عند مكان المجمع. مكان المجمع ده اللي هو مكان اخراج الفضلات بيبقى اسمه المجمع. الفضلات بتاعته هتلاقي شكلها ولونها وحجمها متغيرين عن الطبيعي، في الغالب بيكونوا سايلين او لونهم مختلف. طيب لعلاج الامراض المعويه قد ايه؟ في اكتر من حاجه، في كوليبريم، في فلوريكول، في كوليستين، في لينكوزبكتين، في كذا نوعيه لعلاج الامراض المعويه. طيب ليه في ادويه بنديها بتدي فعاليه وادويه تانية لا؟ لان بعض الاحيان بيبقى الحاله المرضيه اللي انت اديت لها العلاج مش مناسب معاها الدواء اللي انت اديته. يعني العصفور عنده نوعيه مرض وانت اديته الدواء تاني خالص معوي. طيب عشان ادي دواء يكون ذات تاثير فعال مع الطير اعمل ايه؟ يبقى اسلم حاجه ان انت بتعمل حاجه اسمها طبق مزرعه. يعني ايه طبق مزرعه؟ يعني بتروح بتاخد العصفور بتاعك لمعمل تحاليل بيطري وبتدي له عينه من فضلات الطير تكون عينه حديثه، يعني العصفور يكون لسه عامل فضلات حديثه. بعد كده بياخدوا عينه الفضلات ديت بيحللوها وبيقولوا عن طريق الفضلات ديت العصفور عنده نوعيه مرض ايه، وعلى سبيله بيوصفوا له الدواء المناسب ليه. مش كده وبس، ممكن كمان بيقدروا يعرفوا من التحاليل ان العصفور دوت لو عنده حساسيه او عنده مقاومه لنوعيه من نوعيات المضادات الحيويه، على سبيل ما تبقاش بتديها له يبقى العصفور عنده مقاومه ليها فما تجيبش فعاليه معاه. فالطب دلوقتي بسم الله ما شاء الله في تقدم كل يوم والتاني، فلو انت استخدمت الحاله العلميه مع الطير بتاعك هيبقى الموضوع افضل. طبعا ده هيخلينا نرجع لنقطه اساسيه، ان انا عشان اعمل له تحليل، التحليل هيكلفني فرنج ال 100 جنيه يعني بالدولار تقريبا حوالي كام؟ حوالي 7 دولار تقريبا او 6 دولار. فلو انت بتربي عصفور سعره رخيص ما يستاهلش انك تربيه. ده بقى ايه تكملة لموضوع او الفيديو اللي فات اللي هو بتاع تربية طيور الكوكتيل اللاتينو اللي ملهاش لازمة، او تربية طيور زينة عامة يكون سعرها رخيص ملهوش لازمة. فده هيرجعنا للنقطة دي، لو انت بتربي عصفور سعره رخيص هيبقى انت لو العصفور تعب هيبقى انت بالنسبة لك كوست كبير انك تعمله تحليل وانك تطمن عليه. لكن لو انت بتربي عصفور سعره غالي هيبقى بالنسبة لك كويس جدا انك تعمله تحليل، انك هيبقى كده انقذت عصفور سعره غالي من ان هو يموت منك لا قدر الله. مش كده وبس، ده ممكن في بعض الحالات المرضية اللي ممكن تنتقل المرض بتاعها للمزرعة عندك بالكامل، فيبقى انت خدت احتياطاتك وحافظت على المزرعة بتاعتك بالكامل بانك تحلل لفضلات العصفور وتعرف نوعية المرض ايه بالظبط. ولكن اغلبنا بيشتغل بموضوع الاجتهاد، فبيقول لك مثلا ادي كوليستين كمرض معوي لعلاج الامراض المعويه، لو ما جابش نتيجه ادي فلوريكول، لو ما جابش نتيجه ادي لينكوزبكتين، وهكذا بنقعد نجرب مع العصفور لحد ما نوعيه تجيب معاه فعاليه كويسه. سلاح ذو حدين الموضوع دوت، ما هوش سهل لان كده بيخلي العصفور برضه ياخد مناعه من الادويه الثانيه. طيب نرجع بقى للحاجه الثالثه والاخيره اللي هي المرض الواسع المجال، او ان العصفور يكون عنده المرضين في نفس الوقت. اتعامل معاه ازاي؟ ادي دواء تنفسي ولا ادي دواء معوي؟ لا، في الحاله دي بقى في ادويه بيقال فيها ان هي ادويه برضو واسعه المجال، او ادويه ممكن تعالج النوعيتين من المرض في نفس الوقت. طيب ازاي؟ او ايه هي الادويه اللي بتعمل كده؟ في دواء مثلا زي اللينكوزبكتين، اللينكوزبكتين بيشتغل واسع المجال تنفسي ومعوي، ولكنه بيكون اقوى في علاج الامراض المعويه. طيب في عندك كمان يا سيدي حاجه زي ايه؟ زي انروفلوكساسين، ده برضو دواء واسع المجال. انروفلوكساسين بيشتغل تنفسي اقوى من المعوي، فاذا على حسب الحاله المرضيه اللي قدامك انت بتوصف العصفور. طيب امتى اعرف ان العصفور بتاعي حالته المرضيه بقى على المحك وان انا خلاص مش قادر اصبر عليه ولازم اديله حقن دلوقتي وبسرعه؟ لما الاقي العصفور فقد الشهيه للاكل، ولما الاقي العصفور اغلب الوقت مغمض عينيه، لما الاقي العصفور جسمه خس جدا في وقت بسيط، يعني وليكن جسم العصفور صدره كويس ومليان، فجاه لقيت ان عظم الصدر بتاعه ظاهر كده في ايديا كده والعصفور بمسكه ما بيقاومش، ساعتها اعرف ان العصفور ده كده خلاص مش هيستحمل وهيموت مني. ساعتها لازم ادي حقن، لان الحقن في الوقت ده بتكون اسرع علاج يجيب نتيجه كويسه مع العصفور بتاعي.
ده كده كان الموضوع بتاعنا ان شاء الله. اتمنى تكون استفدت منه وعرفت تتصرف ازاي. نصيحه بقى، لما تيجي تعالج عصفور حاول تبعد اي عصفور مريض عن الطيور بتاعتك، ما تخلوهوش داخل غرفه التربيه عشان ما ينقلش العدوى لبقيه الطيور. بعد كل مره بتتعامل فيها مع عصفور مريض لازم تغسل ايديك الاثنين بحاجه مطهره زي الديتول او الكلور او ميه بكلور يعني، او اي حاجه تكون مطهره لايديك ومعقمه. ده حاجه كمان، تجنب نقل الاواني من مكان لمكان او من طير لطير، لان ده ممكن ينشر الامراض وانت مش واخد بالك. وخد بالك كمان من حاجه، لو انت رحت لحد وعنده طير مريض، اول ما تيجي ترجع على بيتك او على المزرعه بتاعتك ما تخشش على الطير بتاعك الا لما تكون مطهر جسمك كله بالكامل. ويفضل انك تكون مغير هدومك ولابس هدوم تكون جديده، ويفضل انك تكون واخد شاور كمان قبل الدخول على طيورك، لان في امراض كتيره جدا ممكن تنتقل وهي موجوده على ايديك او على شعرك او على وشك او على هدومك وانت ما انتش شايفها، لان بتبقى عباره عن حاجات صغيره كده ما بتتشافش غير تحت الميكروسكوب. ده كان موضوعنا، اتمنى تكون استفدت منه. لو ليك اي سؤال او اي استفسار خاص بالموضوع شرفني بالتعليق تحت الفيديو، ولو استفدت من الفيديو ما تبخلش عليا بقى وتعمل لايك للفيديو وشير عشان غيرك كمان يستفاد. اسيبكم على خير بقى، والحق اشيل الاخت دي من على كتفي عشان هتبوظ لي القميص دوت. يلا مع السلامه، باي باي، السلام عليكم. يلا.